السلام عليكم جميعا. انا دخل عندي اليوم هادشي من العاملات ديال الدكتور تشازي، جيت اليوم باش نستافدوا طبيعه الاحساس ديالكم اليوم وانتم شفتوا في الجلسه. حنا من العاملات ديال الدكتور تشازي، اليوم جينا لهنايا لهاد الجلسه باش نحضروا معاه ونساندوا كانسان اولا وكاب الأسرة. عاشت الحرمان فهمتي وعاش المعاناة، شحال صعيبة بأنك باش تكون جوج خطوات ولا خطوة قصيرة ما بين الإبن ديالك وما تقدرش تحضنه وما تقدرش تعنقه وما تقدرش تعيش معاه المعاناة، تسول على المعاناة اللي كيعيش اليومية دياله فهمتي. والضنا غالي، لهلا يحرم شي واحد من ولاده ولا من والديه. شنو كتبكي لداخل؟ من طبيعة الحال لأن كنعيشوا المأساة الحقيقية، ماشي حنايا، حتى الجيران ديالنا اللي في المصحة، دوك الناس اللي خارج، ماشي حنا اللي كنعانيو. العمال ديال المصحة ماشي بوحدهم اللي كيعانيو، كيعانيو حتى الجيران ديالنا اللي حالين الحوينات الحانوتات ديالهم وكيترزقوا الله مع البيرسونيل، سمعتي؟ وكيعانيو الناس اللي كيجيو من ما عمرنا ما دوزنا شي حاجة فرحتنا، حنا عايشين ولكن بحال ما عايشينش، سمعتي؟ حنا عايشين وواقفين ولكن ما عايشينش، لان تحرمنا من الشيء الوحيد اللي كندخلوا منه القوت لوليداتنا وكنعيشوا منه، رغم ان والدينا راه هزونا وكاينين بعض الناس الاخوان تما هزونا، ولكن حنا خصنا باقي بصحتنا خصنا نهزوا روسنا، فهمتي؟ لا ما كاينش البديل، كاين بعض الناس بعض الاخوان والاخوات راه عندهم البديل، ولكن بالنسبه لنا حنايا قعدنا واحد الفتره قصيره من العمل. بالنسبه لي انا عندي 55 عام طالعه في 25 سنة، باقا عاد غنمشي نبدا في شي مصحه اخرى، باقا عاد غنشتغل في شي بلاصه اخرى، شكون اللي غيقبل عليا؟ فهمتي؟ لان دوزت العمر ديالي كله تقريبا في المصحه، راه ما يزيد اكثر من 8 سنين وانا في المصحه. بالنسبه لكم نتوما واش نقدر انا الجواب لكم نتوما تجاوبوني، واش نقدر نبدا في شي بلاصه اخرى؟ لان البدايه صعيبه فهمتي، وكتعرف العمل في المغرب راه ماشي بالسهل باش تلقاه، خاص يكون باك صاحبي. كيفاش كانت علاقتكم مع الدكتور؟ كانت علاقه كإنسان مزيان، كانت علاقه مزيان به كطبيب فهمتي، لانه هو كيمارس المهنه، اللحظه اللي كيدخل المصحه راه كيمشي يمارس المهنه ديالو، كل واحد كيلتجا للمهنه ديالو اللي كيمارسها يوميا. ارجو عندك السلام عليكم بخير. نبكي انا اللي نبكي لان 14 عام وانا خدامه مع الدكتور تازي، كنخدم في البلوك، عمر الدكتور تازي من زعينو فينا ولا شاف فينا كيخدم ويمشي بحالاته، كنشوفو عي من الليل لين واكل معاه طاس الخبز. انا خدامه معاه من 13 عام ولا 14 عام، اول عيد كنعاني به، اول عيد كنعاني، اول عيد ماشي اول عيد، هما مجدودين، حنا مجدودين في ديورنا، حنا مجدودين خدامين مرداني، هزين يتامى نازل يتامى، هز وليداتي، اشنو نمشي نخدم فين غنخدم؟ لان حنا مشدودين مع الدكتور تازي، لا عمرها دار، ديما واقف معنا، ديما واقف جنبنا، زعما الصراحة ما عمرنا شفنا عليه شي حاجة، ديما عمرني نبعد شفت عليه شي حاجة ولا شتي، ديما هو خدام في اللي غادي يخدم. دابا الكلينيك باقي لك خدامين في ما خدامين ما والو، باركين حنايا، باركين. ما شكون غادي يخدم؟ هو اللي كان هز الكلينيك، هو اللي كان هز الكلينيك وهز البلوك وكان خدام مع الناس، وديما الكلينيك كان عامر ومزوهر. عرفتي شحال من بيرسوني دابا واقف، شحال من اسره كتشوف، شحال من اسره. عرفتي كاين هذا العيد بعدا كاين اللي ما عيطش، كاين اللي ما عيطش مسكين، بعض الناس ما عيطوش، ما عيطوش بحالي انا دابا في الغدا. بالنسبه لنا بعض الفقراء عيدات كان عيدنا، فين غادي بنادم يمشي غيخدم فين؟ فين يلاه؟ مازال اللي باقا صغيره تقدر مازال دير لي بحال انا راه طالعه 13، كملت 13، طالعه 14 عام، طالعه في 14 عام كنت كنخدم معاه في البلوك. كيفاش شفتيه باش يبدا شي كيف الجلسه؟ ها اتصلت بزاف، اتصلت بزاف، كنكذبش عليك، لان عمرني انا كنخدم معاه بالليل انا في البلوك، عمرني ما شفتو انا بنهار كيدور ديما خدامه غادي حاضر راسه كيشوف معاه بشويه، ما عمرني شفنا عليه شي حاجه ذاك السيد، وزيزين عليه الناس وزيزين عليه، ديما واقف في جنبنا واقف في صفنا الصراحة، كلشي حنا تأثرنا بزاف. كنتي كعاملة وانتوما تشرفتوا، حنا دابا تقلبت لينا حياتنا، تقلبت لينا حياتنا، شنو في نظرتك أنا اش غادي ندير دابا؟ أنا دخت كتعرفي من ندير؟ تيفرج ربي عليه غيفرج علينا حتى حنا تفرجت عليه، راه بزاف الأسرة الجالات واليتامى بزاف ما نكذبش عليك، حتى
خاطر عندنا عندنا وريقاتنا عندنا وراه كان العمل هو اللي خرج لينا فهمتي كنتسناو كنكون كنقولوا بغا يكون خير ان شاء الله مشيتي باش حسيتي ديك الساعه تاثرت بزاف من جيت مرضت ولا دوك الناس ولا كلهم تاثرت بزاف اسمع مناش نعني شي حاجه ولا حتى حنا مأطرين اه كنطلب يا ربي تفرج عليه وتفرحنا هذا النهار ونفرحوا تحنا ونسعدوا ونفرحوا وليداتنا ان شاء الله يا ربي تفرج عليه يا ربي يكون خير وفرحوا وليداته تما اللي تما حنا مشدودين ساكن هادشي راه كيألم ومن صحك ما نكذبش عليك ما نعاونش لك دمرنا حنا دمرنا حنا الدكتور التازي مشدود حنا مدمرين معاه حتى حنا مشدودين معاه دابا كنتسناو ان شاء الله الفرج عليه يا ربي يكون خير هادشي اللي كنطلبوا ليه من عند الله يا ربي تفرج عليه وتفرج علينا حتى حنا راه حنا مجدودين معاه يا ربي تفرج عليه كل وحده عندها اليتامى وعندها وليداتها وعندها هادشي اللي كنطلبوا يا ربي يكون خير ان شاء الله دابا الكلينيكا واقفه مخدامين ما والو باش نبقاو شي يجيو لنا المرضى ولا اصلا وراه هو اللي كنهز الكلينيك هو اللي كنهز ما نكذبوا على ربي هو اللي كنهز الكلينيك صح كيخدم بدراعه خدام الكلينيك واقف بخير وعلى خير نهار حيد الدكتور التازي حيد كل شيء ملي شي مرض مأثرت بزاف أثرت ما نكذبش عليك وليدي تأثرت راه ماشي ساهله ماشي ساهله وليدي الله يفرج عليه ويفرج علينا حتى حنا معاه حنا مجدودين معاه حتى حنا مجدودين معاه وليدي حنا كندورو ما كاين والو انت كنشوف راه ربي يفرج عليه يفرج علينا حتى حنايا ان شاء الله يا ربي اللي هو مسلم شكرا بزاف يا ربي تفرج عليه يا ربي هذا النهار فرحنا به يا ربي تفرحنا تهنا به يا ربي نفرحوا حنا وفرحوا وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين يا بالنسبه ملي شفتي الدكتور التاجي داخل باش حسيتي تاثرت بزاف ما نكذبش عليك تاثرت لان داك السيد ما نعاودش لك ما نكذبش راه حنا اللي خدامين معاه وعايشين معاه كل ما كانش ما نتبعوش بحال هكا يوم ما نستاندوش بزاف معاملته زوينه ما عمره خلاها فينا ما عمره الصراحه الله عمر هضرنا هو ولا مرته ولا كل شيء يا بالنسبه للعيد عيد كبير كيفاش كان كيتعامل معاكم مزيان معامله مزيان الصراحه واللي بغينا شي حاجه كيفرج علينا وصافي كان كيساعد كل شيء كيساعد كل شيء ما كتسمعش منه كلمه العيب كنخدم شويه الله باش حسيتي ملي قالوا الدكتور التازي بزاف ما نكذبش عليك لان حنا تاثرنا معاه حنا تاثرنا معاه هو مشدودين وحنا مشدودين في ديورنا علما ما كنرضاوش سمعتيني هو مشدود لي وحنا مشدودين ماشي انا راه كاين بحالي انا بزاف كاين اللي كيقدر يقول كاين اللي ما يقدرش فهمتيني بحال اللي دريه صغيره راه تخرج تخدم واللي بحالي اشنو المعمول اش غدير وكنتمنى الله يفرج عليه حيت كل عمر انت خدام 13 عام هذه كاينه 13 عام 13 عام وانا معاه في البلوك في الليل كنخدم بالليل وكيخدم هو بالليل في البلوك الله يعمر ليه الدار نكذب عليه من زمان ماشي شكرا بالنسبه للصحه